البلد ديالي لاباس عليكم مزيانين كديرين بخير صحتكم على خير اموركم هانيه ان شاء الله يا رب تكونوا مرتاحين وفي احوال طيبه. غتسمعوا الصداع دابا تقريبا 5 ديال العشيه الناس خارجين من الخدمه وكاين لومبوطياج في الطريق. مهم هذا النهار هذا هبطت للمدينه لتحت المدينه ديال سلام مدينه قديمه باش ناخذ شي حاجه شي بتيكادو هكايا لواحد صاحبتي سامح ديديكاس سامح. صراحه حنا كنا بين 4 ديال الصحابات كنا ما كنتفرقوش قرينا من 7 8 9 والباك ومن مور لافاك. مهم كيف قلت لكم كنا حنا 4 بينا والظروف هكايا فرقاتنا كل وحده فين مشات كل وحده فين تزوجات كل وحده وشنو باقين كنهضروا بينا غير 3 وصافي. مهم وحده فينا الاخرى يلاه تزوجات وغادي نمشيو عندها انا وحليمه غادي نمشيو عندها. وهاد النهار هبطت للمدينه كيف قلت لكم ديال سلا باش خديت لها شي حاجه واحد لو بيتي كادو. صافي قبلي لينا اختي سامح قبلي راكي عارفه قضيه مكوحطه. مهم مره اخرى ان شاء الله. المهم خديت لها شي حاجه غير باش ما ندخلش بيديا خاويين وصافي حتى نمشي للدار ونبارطاجيها معاكم. وصافي دابا لقيتوني راجعه للدار وباقي عيانه صراحه كيف قلت لكم سافرت باش زعما كاينه تفوز ساعه ضربني البرد وجابني هنا كنت. المهم ما نطولش عليكم في الهضره غزاله ديالي حتى نوصل للدار نوريكم شنو خديت وصافي ولبس حويجاتي ونقاد وهذا ونمشيو ان شاء الله عند سامحوها انتم معانا. المهم البنات انايا وصلت للدار وخديت لها هذا لو بيتي كادو هذا. انا غادي نوريكم كيفاش كيجي انتما. فيه 3 ديال لي بو ولي بو فيهم 3 كولور انتما. فيه 3 هكذا وفيه هذه العيبه هذه ديال الخشب بحال البلاطو ديال هذه هكايا ديال الخشب كتحب. وهاد لي بو هادو راهما اون بلاستيك. لقيت وحدين ديال الحديد ولكن ديال الحديد كيتصداو ما زعمتش عليهم. وديال الحديد فيهم جوج كبار وحده صغيره. عجبوني هادو ديال البلاستيك وهكايا دير فيهم لي بات دير فيهم داكشي العديسه اللوبيا المهم شنو ما كان. وحده كتجي هكذا في لو روج وهادي ها هي في لو نوار كيتحطوا في هاد اللعيبات ديالهم. وهادي في البيض نديروا البيض في الوسط هانتوما. ها كيفاش كيجيو هكذا شكيل ديالهم يتحطوا في الكوزينه. صراحه انا عجبوني وغادي ناخذ ان شاء الله حتى ليا عجبوني صراحه هادو عجبوني بزاف. وصافي المهم غير تقبل علينا راه القضيه شويه حتى المره اخرى ان شاء الله. مره اخرى ان شاء الله ملي تولد ونمشي لعندها ان شاء الله ونكبر بها ونديروا ليها شي كادو من داكشي الرفيع. صافي غير هادو وهاد لو شال هذا ديجا كانت وصاتني على واحد فواحد لا كولور اللي هي بارده واحد شويه ولكن انا يبان ليا بلي هذا غادي يجي هذا غادي يجي حسن. صافي هذا جبتو لها معايا من تازا وهادو حتى وصلت لهنايا لسلا وخديتهم من سلا. المهم تتقولوا لي كيفاش جاكم الطوق ديالي. انا صراحه عجبوني دير فيهم هكا واحد السكر واحد سنيده واحد اتاي اولا دير فيهم لي بات دير فيهم لي بات ولا عدس ولا لوبيا ولا مهم هي تشوف شنو تشوف ديك الساعه شنو فاش غادي شنو غدير فيهم وفاش غادي تحتاجهم. وصافي هكذا ودابا غادي نردهم بلاصتهم. ها هي الكرتونه اللي كيجيو فيها هكذا. ما خديتش بابي كادو ما صراحه ما بقاش كيعجبني داك ما بقاش كيعجبني ندي كادو في بابي كادو غير هكذايا. وغادي ناخذ شي ساكادو ناخذ ساكادو نحطهم فيه تنقول بلا بابي كادو والله اعلم يقدر من هنايا العشيه يتبدل لي الراي. مهم صافي غير هكذا ومباركم سعوده سامح الله يكمل عليك بالخير ان شاء الله يا ربي والله يتبت الغرس ويتاويكم الخير. قبلي القضيه راه قضيه راه مزيره واحد شويه هاد الساعه. صافي المهم هكا تيجي يلا كملوا معنا الفيديو. كيف ما كتشوفوا البنات هذه هي الطبيله ديال لالا العروسه. صراحه داك الشيء متول وكيحمق تبارك الله عليها وكيف قلت لكم الله يكمل عليها بالخير ان شاء الله يا ربي والله يثبت ليها الغرس ويعطيها الذريه الصالحه. كبرات بينا الله يكبر بها ان شاء الله وردوها ليها في ساعه الخير وفي الافراح ان شاء الله وفي المسرات وتسمح لنا عذبناها معنا هي واختها سوسان ديديكاس ليك سوسان تبارك الله عليك وفاطمه الزهراء حتى هي الله يرزقها ولد الحلال ان شاء الله ونفرحوا معها.
كيف ما كتشوفوا معايا وكيف ما قلت لكم صراحة عذبناها معانا، وهذه هي الصحبة القديمة والله القسم، البنات اللي كنا بحال خوت، كنا ما كنتفارقوش. كيف قلت لكم كنا احنا بربعة بينا، ودابا بقينا غير ثلاثة، وما كناش كنتفارقوا نهائيا. كنا كنتلاقاو في الصباح العشيه في المدرسه، ملي كتسافر شي وحده فينا كيبقى فينا الحال غير امتى فوقاش ترجعوا نتلاقاو. مهم هذه الدنيا والحمد لله على كل حال، وكنقول لها مباركم سعود والله يكمل عليك بالخير ان شاء الله، وبدايه الافراح. ويما البنات حنا يلاه وصلنا دابا عند سماح انا وحليمه، ولقيت هنا اختها سوسن. وشحال هادي شحال هادي ما شفت سوسن، ما نقول لكم شحال. لا لا يختك، لا لا العروسه هادي اللي هضرات سماح. مرحبا بكم، مرحبا بكم، ونهار كبير هذا. لا يختك سوسن، صحابه سماح والله القسم راكم عزازين عزازين بزاف. بارك الله فيك عزيزه وغاليه. لا يختك وحليمه. حال كنسلم عليكم سامح حليمه كتسلم عليكم. والله الا دوزنا واحد النهار غزال 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 غزال، وما سخيناش بعضياتنا. ومره اخرى ان شاء الله يا ربي صحه وراحه حبيبه، غير قبلي علينا، يا قبلي علينا، وان شاء الله حتى الاسبوع حتى الاسبوع ان شاء الله ونكبروا بها ونجيو بالدقيقيه. علاش لا؟ والله الا دوزنا واحد النهيور غير البنات بيناتنا، ضحكنا ونشطنا وزوجنا على قلبنا، وما خلينا ما نقول واللي هضرنا فيه يسمح لنا. هضرنا صراحه هضرنا، ما خلينا ما قلنا داكشي ديال 8 سنين اللي ما تشوفناش، داكشي ديال 8 سنين قلنا هاد النهار غير سمحوا لنا. والله القسم المهم اللي غادي يحس براسو اننا هضرنا فيه سمح لنا. يا كسوسان لا ما هضرنا في حتى شي حاجه، هضرنا في يومي بالخير. اي بالخير، اي بالخير، كيف ما قالت سوسه الله يمسخك. المهم هذا ما كان، دابا غادي نمشيو مسخينا الصراحه. الله يورداز غزال ما سخيناش، وكيف قالت سامح والله الا جينا مزروبين وحتى هاد العطل مقزبين ما فيهمش كاع البركه. المهم مره اخرى ان شاء الله، وهذه البدايه، ومره اخرى ان شاء الله مره اخرى عندي انا ان شاء الله عند حليمه. لا مره اخرى مرحبا بك انت والمتتبعات ديالك من جميع انحاء المغرب. مرحبا بهم عندنا في طلع. الله يكبر بك لهلا اختك. يلا البنات تهلاو ليا فراسكم تكملوا معاك. انا يلا رجعت دابا للدار، تقديت معايا التقديه ديال الكسكسو باش غدا ان شاء الله نديرو كسكسو وصافي. المهم دوزنا واحد العشيه غزاله صراحه. هانتوا غادي تسمعوا الكلاب. هو 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 جد الله لقيتو جالس كيلعب. ها هو جد الله. شنو ملي طلعوا تاكلوا عاد هبطوا. اجا ماما طلع تاكل. لا لا اجيو تاكلوا عاد هبطوا اجيو. لا فيك الجوع، ياك مصبح حتى عليا فيا الجوع، فيا الجوع زيدو مصبح هو عليا فيا الجوع، فيا الجوع، فيا الجوع. ملي قلت له دابا يا زيد طلع تاكل قال لك لا مابقاش فيا الجوع، دابا خصو يلعب. زيد ماما جاد. كلوا عاد هبطوا زعيا هذاك خطاب لا ماما. يلا واش عندو ديال الدروج؟ ها ماما مع الوليدات شتي كاين واحد الساحه هنا كيجلسوا كيلعبوا مأمنين. شلطوا شلطوا وصافي. كيف قلت لكم صراحه دس واحد النهار غزال غزال غزال، مسخيناش بعضياتنا. تفكرنا ايام الاولى، راه كيف قلت لكم راه الصحبه ديال السابعه الثامنه التاسعه، راه هذوك هما الصحابات ديال بصح. دابا راه كتعرفوا راه ما بقاتش الصحبه، هذوك هما الصحابه بصح ديال البرومو ديالي انا اللي كنت كنقرا في السابعه والثامنه والتاسعه والليسي كامل، وتلاقينا موراها في لافاك. المهم كنغبروا ما كنتلاقاوش بشحال، راه وحده فيهم راه ما شفتهاش سنين سنين، راه شي 8 سنين ولا، وتتلاقينا دابا. المهم نطلع دابا للدار ونديروا العشاء وصافي. كملت معكم شي حاجه مور العشاء، هي هذيك ما كملتش حتى غدا ان شاء الله. يلا باي باي. السلام عليكم البنات. المهم دابا غادي نديروا العشاء، غادي نديروا لي بات بلاصوص بلونش. هنايا راه درنا الفيس، ها هو يا كيتسلق هنايا الفيس. وهاد لي بات البنات ما فيهمش بزاف ديال المقادير، تقريبا ما فيهمش كاع. صافي هنايا راه لي بات كيتسلقوا، وهنا غادي نديروا غير البصله مع شويه ديال الثومه وصافي. غادي نخليوهم داك البصله وداك الثومه حتى صافي طيح، وغادي نزيدوا عليها لاصوص بلونش. لاصوص بلونش انا غادي نوريها لكم، كاينه هادي كاينه هادي هادي. مهم ماشي لاصوص بلونش، لا كريم فريش ديال الطياب.
هادي. وكاينه واحده اخرى البنات اللي بالنسبه للبنات اللي في تازر كاينه عند طيب سوبر مارشي ديال طيب اللي جا تحت من جمال الدين هذاك راه عنده قول له غير بغينا لا كريم فريش ديال طياب وراه غادي يعطيها لكم. المهم خليكم معنا غادي نوريكم الطريقه. المهم هنا ها هي كاينه هنا بصله هنا راه بصله وحده مع ثومه وحده ولا جوج جوج ديال الثومات بصله وحده وجوج ديال الثومات مع كنور ديال البقري. هاد كنور ديال البقري كيبقى اختياري ما بغيتوش ديروه ما ديروش. وهنايا كاين شاركيوتري لهذا شاركيوتري ولا لداد فيمي. مهم ما بغيتوش ديروا هذا كتديروا غير صدر ديال الدجاج ولا كفته. المهم كل واحد شنو كيعجبو كل واحد والذوق ديالو. حنا كيعجبنا هاد شاركيوتري كنديروا هاد شاركيوتري. بالنسبه للعطريه راه ما تتكون فيها حتى شي حاجه غير البصله وجوج ديال الطوماط وكنوره وشويه ديال الملح والابزار وشويه ديال الزيت باش تصهط وصافي. مهم ها نتوما معايا انا غادي نزيد شويه ديال الزويته وندير هنا البصله والثومه ونخليها حتى تنحسوا بها صافي راها سخفات وعاد نزيدوا ليها هاد لا كريم فريش. هنا راه درت شويه ديال الملح والابزار وصافي. هنايا البصله والثومه كيف قلت لكم ونحركها نخليها حتى تطلق راسها مزيان وعاد نحك فيها نحك فيها كنوره. ها نتوما البنات من بعد ما هكا يا كيف كتشوفوا البصيله صافي راها ترخفات غادي نحك كنوره. وغي واحد شويه صافي ونزيد لها ليها هذا لا كريم فريش. راه ساهله بزاف وكتجي بنينه كيجي فيها واحد المذاق كيحمق. المهم البنات هنا صافي ها هي راه تلقات راسها يبان لكم لونها غمق غير حيت درت فيها واحد شويه ديال هذه لاصوص ديال الصوجا. المهم ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش ما كانتش متوفره ما ديروهاش ماشي ضروري. صافي دابا غادي نزيد عليها هاد لا كريم فريش وغادي نزيد شويه ديال الشاركوتري وصافي غادي نحط لي بات ونخلط كلشي. ملي ديروا هادي ماشي غير ديروها وطفيو عليها غادي تخليوها طبخ واحد شويه حتى كتعقد حيت هي كتكون هكا ليكيد هكا كتكون ليكيد. دابا لا كتشحر الشاركوتري صافي وغادي تخلطوا وتخليوها تعقد واحد شويه حتى كتعقد عاد غطفيو عليها ما تحطوهاش هكا يا ليكيد. صافي ها هي من بعد هنايا ما عقدات غادي نزيد ليها هنايا لي بات وصافي غادي نخلطها ونزيد لها شويه ديال الفرماج الاحمر من الفوق وصافي دغيا كتوجد. بغيتو تزيدوا ليها الربيع كتزيدوا ليها القزبر والمعدنوس ما بغيتوش ما تزيدوش. وتقدروا ديروا فخوي دمير كتجيب فخوي دمير كتجي كتحمق كتجي بنينه بزاف ولا الكفته ولا الدجاج ولا لاداند المهم اللي عندكم متوفر. صافي دابا غادي نخلطها ونغرفها وصافي البنات. المهم ها هو هنايا هاني غرفته وزدت ليها هكايا الفرماج الاحمر من الفوق وصافي. وجربوها راه كتجي بنينه بزاف.